بلدي تشاد تاني ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم الشعب الجاري أصله ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم محمد ما بقول ناشط إعلامي ولا شيء، إنما طالب عند بعض الإخوة الإعلاميين. أول شيء أبغى بس في جزئية التكدس التعليم في المدرسة التشادية، أنا مريت رحت على كذا مدرسة ففي تكدس، لكن إذا كان في تكدس وفي إنتاجية عندنا فنعم التكدس، ما فيه مشكلة صراحة. يعني المدرسة التشادية أعتقد أن أغلب الشباب اللي هنا موجودين من خريجين المدرسة التشادية، فلأنه ظروف الجالية لابد أن احنا نعرفها أن ظروف الجالية صعبة، فمن أجل ذلك أعتقد الأستاذ ريس سليمان وهؤلاء كان في تكدس في المدرسة، لكن صراحة في إنتاجية جدا مميز جدا، وهذا شيء يعتبر طيب، لكن إن شاء الله تعالى نتمنى المزيد. أتكلم عن لدقائق عن جانب الإعلامي. الإعلام في الجالية الشادية عندنا مهمش جدا صراحة، نترقب من سعادة السفير ومن نائب رئيس الجالية وكذلك القنصل أنه يهتموا بالإعلام، لأنه الإعلام إذا ما تحر لأنه هو مرآة، يعتبر مرآة الجالية، ولكن نريد أيضا إعلام محايد. ما هي مسألة أنه أنا والله ما دام أن أنا إعلامي في السفارة لابد أن أنا أكون يعني أميز لك كل شيء، لا، إعلام بمهنية. نبحث الشباب في بوابة النهضة ما شاء الله تبارك، كما قال سعادة القنصل ما قصروا بيض الله وجههم، يعني في كل مجال نجدهم موجودين، لكن نريد أيضا يا سعادة السفير تحت إشرافك مباشرة وتحت يد الإخوة في مكتب الجالية أن يكون إعلام له مطلق الحرية، لأنه صراحة نمنع في بعض الأحيان، والأستاذ السلام متواجد، نمنع في بعض الأحيان من تغطيات، رغم أنه إحنا نغطي أشياء يمكن هم ما يتوقعوها. فشكرا لسعادتك وشكرا لجميع الإخوة، يعطيكم العافية، وأنا أعلن من اليوم فصاعدا انضمامي للإخوة إذا يرضون إلى بوابة النهضة طبعا، فشكرا لكم.